يبدأ وزير الخارجية سامح شكري اليوم جولة تشمل عواصم عدد من الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن بمشاركة وزراء خارجية اللجنة المشكلة من القمة العربية الإسلامية الأخيرة بهدف دفع مسار وقف التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. وأوضحت وزارة الخارجية أن وزراء الخارجية المشاركين سوف يلتقون مع القيادات السياسية ووزراء خارجية الدول التي تشملها الجولة بهدف الدفع بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل مستدام، بالإضافة إلى الدفع بضرورة معالجة جذور وأسباب الأزمة من خلال عملية سياسية جادة تنتهي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.